بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء يوم الجمعة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قال عليه السلام: الحمد لله الذي لا من شيء كان ولا من شيء كون ما قد كان، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه، لم يخل منه مكان فيدرك بأينيته، ولا له شبه ولا مثال فيوصف بكيفيته، ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثيته، مبائن لجميع ما أحدث في الصفات، وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصرف الذوات، وخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرف الحالات، محرم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده، وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكييفه، وعلى غوامض سابقات الفطر تصويره، ولا تحويه الأماكن لعظمته، ولا تذرعه المقادير لجلاله، ولا تقطعه المقاييس لكبريائه، ممتنع عن الأوهام أن تكتنها، وعن الأفهام أن تستغرقه، وعن الأذهان أن تمثله، قد يئست عن استنباط الإحاطة به طوامح العقول، ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم، ورجعت عن الأهواء إلى وصف قدرته لطائف الخصوم، واحد لا من عدد، ودائم لا بأمد، وقائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس، ولا بشبح فتضارعه الأشباح، ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات. قد ضلت العقول في أمواج تيار إدراكه، وتحيرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته، وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته، مقتدر بالآلاء، ممتنع بالكبرياء، ومتملك على الأشياء، فلا دهر يخلقه ولا وصف يحيط به. قد خضعت له رقاب الصعاب في محل تخوم قرارها، وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها، مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيته، وبعجزها على قدرته، وبفطورها على قدمته، وبزوالها على بقائه، فلا لها محيص عن إدراكه، ولا خروج عن إحاطته بها، ولا احتجاب عن إحصائه لها، ولا امتناع من قدرته عليها. كفى بإتقان الصنع آية، وبتركيب الطبع عليه دلالة، وبحدوث الفطر عليه قدمة، وبإحكام الصنعة عليه عبرة، فلا إليه حد منسوب، ولا له مثل مضروب، تعالى عن ضرب الأمثال له والصفات المخلوقة علوا كبيرا. وسبحان الله الذي خلق الدنيا للفناء والبيود، والآخرة للبقاء والخلود، وسبحان الله الذي لا ينقصه ما أعطى فأسنى، وإن جاز المدى في المنى، وبلغ الغاية القصوى، ولا يجور في حكمه إذا قضى. وسبحان الله الذي لا يرد ما قضى، ولا يصرف ما أمضى، ولا يمنع ما أعطى، ولا يهفو ولا ينسى، ولا يعجل، بل يمهل ويعفو، ويغفر ويرحم، ويصبر، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا إله إلا الله الشاكر للمطيع له، المملي للمشرك به، القريب ممن دعاه على حال بعده، والبر الرحيم بمن لجأ إلى ظله واعتصم بحبله.
ولا إله إلا الله المجيب لمن ناداه بأخفض صوته، السميع لمن ناجاه لأغمض سره، الرؤوف بمن رجاه لتفريج همه، القريب ممن دعاه لتنفيس كربه وغمه، ولا إله إلا الله الحليم عمن ألحد في آياته وانحرف عن بيناته ودان بالجحود في كل حالاته. والله أكبر القاهر للأضداد، المتعالي عن الأنداد، المتفرد بالمنة على جميع العباد. والله أكبر المحتجب بالملكوت والعزة، المتوحد بالجبروت والقدرة، المتردي بالكبرياء والعظمة. والله أكبر المتقدس بدوام السلطان، والغالب بالحجة والبرهان، ونفاذ المشية في كل حين وأوان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، واعطه اليوم أفضل الوسائل وأشرف العطاء وأعظم الحباء وأقرب المنازل وأسعد الجدود وأقر الأعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعطه الوسيلة والفضيلة والمكان الرفيع والغبطة وشرف المنتهى والنصيب الأوفى والغاية القصوى والرفيع الأعلى حتى يرضى وزده بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرت بطاعتهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين ألهمتهم علمك واستحفظتهم كتبك واسترعيتهم عبادك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وسيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أمرت بطاعتهم وأوجبت علينا حقهم ومودتهم. اللهم إني أسألك سؤال وجل من عقابك، حاذر من نقمتك، فزع إليك منك، لم يجد لفاقته مجيرا غيرك، ولا أمنا غير فنائك، وتطولك يا سيدي ومولاي على طول معصيتي لك أقصدني إليك، وإن كانت سبقتني الذنوب وحالت بيني وبينك، لأنك عماد المعتمد ورصد المرتصد، لا تنقصك المواهب ولا تغيضك المطالب، فلك المنن العظام والنعم الجسام، يا من لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه ولا تراه العيون ولا تعزب منه حركة ولا سكون. لم تزل سيدي ولا تزال، لا يتوارى عنك متوار في كنين أرض ولا سماء ولا تخوم. تكفلت بالأرزاق يا رزاق، وتقدست عن أن تتناولك الصفات، وتعززت عن أن تحيط بك تصاريف اللغات، ولم تكن مستحدثا فتوجد منتقلا عن حالة إلى حالة، بل أنت الفرد الأول والآخر، ذو العز القاهر، جزيل العطاء، سابغ النعماء، أحق من تجاوز وعفى عمن ظلم وأساء. بكل لسان إلهي عبدك يحمد، وفي الشدائد عليك يعتمد، فلك الحمد والمجد، لأنك المالك الأبد والرب السرمد. أتقنت إنشاء البرايا فأحكمتها بلطف التقدير، وتعاليت في ارتفاع شأنك عن أن ينفذ فيك حكم التغيير، أو يحتال منك بحال يصفك به الملحد إلى تبديل، أو يوجد في الزيادة والنقصان مساغ في اختلاف التحويل، أو تلتفق سحائب الإحاطة بك في بحور همم الأحلام، أو تمتثل لك منها جبلة تضل فيها رويات الأوهام،
فلك الحمد مولاي إن قاد الخلق مستخذئين بإقرار الربوبية ومعترفين خاضعين لك بالعبودية. سبحانك ما أعظم شأنك وأعلى مكانك، وأنطق بالصدق برهانك، وأنفذ أمرك وأحسن تقديرك. سمكت السماء فرفعتها، ومهدت الأرض ففرشتها، وأخرجت منها ماء فجاجا ونباتا رجراجا، فسبحك نباتها وجرت بأمرك مياهها، وقاما على مستقر المشية كما أمرتهما. فيا من تعزز بالبقاء وقهر عباده بالفناء، أكرم مثواي فإنك خير منتجع لكشف الضر. يا من هو مأمول في كل عسر ومرتجى لكل يسر، بك أنزلت اليوم حاجتي وإليك أبتهل، فلا تردني خائبا مما رجوت، ولا تحجب دعائي عنك إذ فتحته لي فدعوت. فصل على محمد وآل محمد، وسكن روعتي واستر عورتي، وارزقني من فضلك الواسع رزقا واسعا سائغا هنيئا مريئا لذيذا في عافية. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك، واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني، وتجاوز عن ذنوبي فقد أوبقتني. إنك مجيب مثيب رقيب قريب، قادر غافر قاهر رحيم، كريم قيوم، وذلك عليك يسير، وأنت أحسن الخالقين. اللهم افترضت علي للآباء والأمهات حقوقا فعظمتهن، وأنت أولى من حط الأوزار وخففها وأدى الحقوق عن عبيده، فاحتملهن عني إليهما، واغفر لهما كما رجاك كل موحد مع المؤمنين والمؤمنات والإخوة والأخوات، والحقنا وإياهم بالأبرار، وأبح لنا ولهم جناتك مع النجباء الأخيار. إنك سميع الدعاء قريب مجيب لما تشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً.